في إطار فعاليات الأيام الثقافية التونسية التي تقام على هامش اختيار الأقصر عاصمة الثقافة العربية، افتتح وزير الثقافة ونظيره التونسي معرض الفنون التشكيلية بعنوان مدرسة تونس. قال وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين إن حضارتنا العربية صامدة أمام كل تحديات، وترتكز على أسس متينة وترمي بعروقها في عمق التاريخ، مؤكدا أهمية تجديد العقد الاجتماعي في مجتمعاتنا على أساس المواطنة.